الله، متى رح يأذن؟ متى رح يأذن؟ كم باقي؟ كم باقي؟ لسه يا روز، باقي ساعتين على الأذان. باقي ساعتين؟ ليش باقي ساعتين؟ ليش باقي ساعتين؟ يا روز لسه باقي شوي، يلا شوي وبيأذن. باقي شوي؟ كيف شوي؟ هدول ساعتين كأنهم سنة. يا الله يا روز، خلص ماما هدي شوي. يلا هلا. لا ما رح هدي، بدي هلا يأذن. لا حول ولا قوة إلا بالله. وين أي بادة؟ وين اي بدك؟ كنت هون حطيته. مين اخذه؟ ما بعرف يا روز. هلا مش احد اخذه. احد اخذه؟ مين اخذه؟ روز اذا انت صايمه يعني لازم تكوني معصبه. غلط، ترى هذا الشيء ما بيصير يا روز. من اي بدك؟ انا اذا ما لقيته لاي بدك انا راح اعصب اكثر. لا يا روز لا تعصبي، الله يرضى عليكي ماما. يلا هلا من اي بدك؟ خلص يلا مسكي هذا، هو اي بدك. يلا روح اجلسي عليه، خلص لا تعصبي. ليش ما عم ينفك؟ يا استغفر الله، يعني اذا صايمه بتعصبي. ليش انه مشحون؟ روز لهلا نايمه. ماما الساعات صارت 5، باقي نص ساعه على الاذان. يلا قومي صلي الظهر والعصر، لسه باقي نص ساعه. يلا قومي نص ساعه. هي لسه مطول بس يقدم فينا. يا روز حرام، قومي صلي المغرب الظهر والعصر. يا روز راح يقدم المغرب. ماما بس يقدم فينا. يا الله هالبنت مقضاي رمضان كله نوم، ما بيصير هيك. كيف هيك يعني بدك تحسي برمضان وبالصيام؟ ماما انا كثير جوعانه، خلينا نام. روز بس انت نايمه طول النهار، قومي صلي، قومي استغفري، قومي ادعي، قومي استغلي رمضان. يا روز رح يخلص رمضان. بكره بصلي. يا الله يا الله يا روز، الله يهديكي يا رب. شو هذا الصيام كله مقضيتينه؟ يا روز يا روز لساتك نايمه. ماما يلا قومي، بقي 10 دقائق للاذان وما صليتي الظهر. شو هي؟ المدري لقيتيها؟ قومي قومي، امي هذا من اثار النوم. قومي يلا قومي بسرعه. يلا يا روز لا حول ولا قوه الا بالله، هاي مقضيته كله نوم كله نوم. ما بعرف انا كيف صايمه انت هيك يا روز، كيف بدك تحسي برمضان اذا مقضيتي نوم؟ روز أدن يلا بسرعه، قومي أدن أدن؟ ايه ايه يلا بسرعه، يلا 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 قومي بسرعه أدن يلا. طلعت لي حبي. ماما بدي كريمات، شوفي ما بيكفوا هدولي. روز عادي، هيدي الحبوب عادي تطلع لك يا ماما، عادي بس العيد اجا باقي له يومين. كم باقي له؟ باقي له اسبوع يا روز. اسبوع؟ ياي ماما اسبوع اسبوع. لا روحي مو هيك يا روز، مو هيك يا روز. كيف بتروح يا ماما؟ ما هيك بتروح، انا بعدين ليك ماما اعطيني اي بد ابحث. اعطيني يا روز. ماما مو هيك، ليش انت كيف اشيل الحبوب قبل العيد؟ يا الله يا ماما جيبي لنا هالكريم، بيقولوا هذا الكريم حلو. يا الله يا روز يا الله يا روز، مو هيك يا ماما. ماما ليش هيك انت مهووسه ببشرتك؟ ما بيصير. يا الله الله يهديك. يا الله شوفي شوف شو عم تسوي. والله غلط. ليش تروح؟ لسه بس مهتمت لي بوشها والكريمات والزيوت، ما خلت اشي ما حطته على وشها. ماما بقى شوي للعيد. الله يصبرني عليك يا روز. امي يلا ساعديني بالفطور. اساعدك؟ ماما الحبة لساتها موجودة، خليها زلمة. مو كثير يا ماما. هذا بسبب الزيوت اللي انت قعدتي تستخدميها. اي زيوت. لانك حطيتي كل هالانواع على وشك وعلى بشرتك وما بيصير اصلا يا روز. شفتي شو صار فيك؟ جيبي لي الكريم. وينه؟ جيبي لي اي كريم. لا ما راح اجيب لك شيء تستاهلي، عشان تعرفي كيف تستخدمي 100,000 كريم باليوم. انا ما راح اروح معاكم. خلاص خليكي بالبيت، لا تعيدي معانا ابدا، خليكي انت وبشرتك. يا ماما جنية انا. يا الله شو بضحك. روز يلا روز لهلا ما نمتي. يلا ماما الساعة 8 الصبح. ماما يلا عادي بس خليني اخلص هالحلقة بتضحك. يا الله يا روز. يلا يا ماما هلا ما بقى بتفيقي للمغرب. ماما عادي تعالي شوفي معي. يا الله يا روز. الساعة 11 خلص بس هالحلقة وبشوفها. روز لهلا ما نمتي؟ يا الله يا روز، انت وهالمسلسلات اللي مقضيتيها لا حول ولا قوة الا. روز كيف بدك تحسي هالبنت؟ ابدا مو معي نهائيا، هذا الشيء غلط اللي قاعدة عم بتسويه. تعالي شوفي معي.
لا ما بدي اشوف معاكي، شوفي لحالك. راز انا رايحة على السوق، بدك تروحي معي علشان نشتري ثياب العيد؟ لا 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 لا، انا راح اطلب من اونلاين. كيفك، بس يمكن ما توصلك ها لانه ما بقى الا اسبوع للعيد. اسبوع؟ ايه عادي عادي. خلص يلا انا رايحة واخذ. والله شوف هالقطعة بتجنن. ايه خلص انا رايحة اشتري وما الي منك. بس اعطيني فلوس، اعطيني. اوكي انا راح اعطيكي، بس انت بتضمني انها توصلك الطلبية؟ ايه طبعا راح توصل. شو ما راح توصل، ليش اني هاي التطبيق بيوصل بساعة. اوكي يلا انا رايحة اشتري لكن واخلص وارتاح. واو لا هذا اطلبه. الو ما توصل الطلبية بعد بكرة؟ بكرة الامس لازم اتجهز، بكرة العيد العيد مدري ما تجهزت ولا اشي. ماما شوفي يا روز شوفي ما راح توصل الطلبية الا ثاني يوم العيد. تستاهلي لاني قلت لك تعالي اشتري معي اغراض وانت ما رضيتي. خلص خلص اعطيني عن كل. لا خلص راح الوقت، الدنيا سكرت، بكره العيد، رحنا هلا الساعة 3 بالليل. وين بدي 3 بالليل؟ ايه خلاص راحت عليك. الو بكره لو ما بتوصل خلاص ما راح توصلي. انا راح ارفع عليكم تقديم اللي ما بيوصل الطلبية. خلاص بكيفك راحت عليك. منع الطلبية. ما تاخذي اشي ما تاخذي اشي. ليش يا روز؟ يلا بدي لسا بدي اصور بدي اصور. بعدي 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 بعيني بعيني. يا الله يا روز. يلا ماما بدنا نفطر قدان. هذا فطورنا ل 15 يوم رمضان. واو بجنن مع الفاصوليا. يامي يامي. يلا يلا. 2000 years later. يا الله يلا يا روز بدنا ناكل يلا. هذا جيلاتين انا سويته بنفسي. يلا يا روز يلا بدنا ناكل. السعودية يمي يمي. نسيت اصور للانستغرام. يلا بسرعة يلا. اوف تعال تعال اربع اصورك. روز لا تطلعيني. لا 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 لا. واو روز يلا بدنا ناكل. ما خلصتي تصوير؟ ايوه. يا الله يلا يا روز بدنا ناكل، برد الاكل. ماما ادن العشاء صح؟ ادن العشاء وراح يادن الفجر ورحنا ما خليتينا ناكل. واو نسيت اصور لليوتيوب. انا راح ابدا اكل وما الي منك. لا هاي جايز كيفكم؟ طبعا هذا جيلاتين تبعي وهون القشطة مع التمر. يامي يامي. يا الله يا روز بدنا ناكل جعنا. هاي هاي وبس هيك فيديونا لليوم، وطبعا باقي لنا شوي نوصل لل 400 و1000. وصلوا هالفيديو اكثر عدد من لايكات، وشاركوا قناتنا عشان توصل 400,000 قبل ما نخلص رمضان. يلا بدنا على العيد نوصل 400,000. شو رايكم بالفيديو؟ عطونا رايكم بالتعليقات، وانتم اي وحده منهم؟ طبعا انا اللي بتطلب طلبيات وطلبيتها ما بتوصل. على فكره اليوم راس طلبت طلبيه وقلت لها الله يستر الله يستر انه ما توصل. الحمد لله نحن طالبين 15 رمضان من ترند يول. طيب روحوا خذوا الكود خصمه. طبعا الحمد لله طلبت منه، يعني مثلا لو شيء ما اجى هي عندها ضامن. الحمد لله بس الحمد لله. يلا ووصلنا هذا الفيديو لاكثر من 2000 لايك. ووصل القناه لا قبل ما نخلص رمضان لل 400,000. ما بقى شيء ونوصل لل 400. قولنا افكار فيديو، قولنا ماما سوي لنا تحديات اكل من احسن طبق، واكتبوا لنا تحدي ماما؟ تمثيليات. انا حابه التمثيليات، اكتبوا لنا افكار تمثيليات نسوي لكم اياها. اوكي سلام.